ألو نعم نعم، مكتب الخدمات السياسية، اعتصامات، إضرابات، احتجاجات، مظاهرات، مسيرات، نعم. اعتصام؟ كم شخص بدك؟ 1000؟ ولا يهمك، شغلة بسيطة، اليوم المساء بيكون كل شيء جاهز إن شاء الله. إيه بس ما قلت لي الاعتصام بخصوص شو؟ تلوث البيئة؟ أيوة إيه معك حق، ماشي راح احضر لك كل شيء، ما بنختلف. لا لا ما بنختلف، بس شوفك بنتفق. ماشي الحال، اهلا وسهلا فيك، الله معك، مع السلامه. ادخل. السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ فارح، كيفك؟ اهلا وسهلا يا ميت، مرحبا، اهلا وسهلا صديقي، اشتقنا لك. وينك يا رجل؟ شو مسافر برات البلد يعني؟ بارك العافية. لا والله صرنا زمان ما سافرنا. لك اهلين وسهلين ومرحبتين. اهو تأسادة، ما هي برافو عليك ما شاء الله على هزاك الفولاذية. الله يخليك. اثنين قهوة سادة لو سمحتي. اهلين وسهلين ومرحبتين. يا خزلين يا استاذ غسان، كأنه مغير شغلك. اي والله لقيت هالشغلة اربح واريح وبفهم فيها اكثر، يعني مثل ما بدي بالضبط. هيك هيك من زمان اشتغل هالشغلة، طمنتني. شو عم تحكي انت يا رجل؟ من زمان ما كنت بقدر منوب لا انا ولا غيري، ولولا انفراج الاوضاع السياسية بالبلد ما كنت قدرت افتح المكتب ولو بشكل. معك حق. وانت يا استاذ فارح شو عم تشغل هالايام بعد ما تركت الاوساط الفعالة بحزب الدولة؟ للامانة يا صديقي وما بعرف اذا سمعت، انا هلا بصدد تشكيل حزب سياسي جديد، حزب خارجي عن المألوف، حزب فيك تقول شعاره هو الابتكار للتقليد. بس قولك ما كثرت الاحزاب عنا بالبلد؟ يعني من لما ارتاحت اجواءنا السياسيه ومن وقت ما فتحت الحكومه باب تشكيل الاحزاب لمن يريد صار عنا يمكن شيء 22 حزب لحد هلا. لا يا سيدي وانت الصادق 21 حزب. لا 22، لانه امبارح تشكل حزب جديد. شو اسمه؟ حزب الناموس. الناموس. بتعرف يا رجل انا صرت خربط باسماء الاحزاب، انت بتتذكره؟ لا والله، بس معظمهم بيتعامل معي. ها بعد اذنك، والله مثل مين؟ يعني مثلا حزب الامتداد، حزب التجمع، حزب المخابرات القدامى، حزب التعايش، حزب التغني بالماضي، حزب التمني المستقبلي، حزب الوزراء المتقاعدين، حزب أعيدوني للعمل، حزب الفقراء الجدد، والحبل على الجرار. يا أخي إيش شو عليه يا أستاذ غسان؟ شو عليه؟ نحن بلد ديمقراطي، خلي هالناس تشم ريحة الديمقراطية. بعدين شو؟ حاجة حاجة، الناس عايشة بالكبت والقهر والقمع. بعدين مثل ما بتعرف البقال الأصلح هذا قانون طبيعي. عم تدهشني بكلامك كتير يا أستاذ فالح. خير إن شاء الله، شو السبب؟ لأنك مبارح كنت مع الحزب الحاكم وكنت من أشد الناس موالاة للحزب. صحيح صحيح، الحقيقة أنا تركت الحزب لأنه انحرف عن مساره ولازم لاقي حالي بالمشهد السياسي الجديد. طيب شو استراتيجية حزبك؟ يعني شو منطلقاته الأساسية؟ يعني فيك تقول بأنه حزبنا حزب وسطي، لا يميني ولا يساري، لا غربي ولا شرقي، لا مع الانفتاح ولا مع الانكماش. راح أعطيك مثل، حزبنا مثلا هو ضد العولمة وبنفس الوقت هو مع العولمة. يا سيدي الله يوفق. ما قلت لي شلون بقدر بخدمك؟ بدنا عدد كبير من المنتسبين لهذا الحزب. قديش يعني؟ 10,000 مثلا. تكرم عينك، من أنو وظيفة بدك ياهم؟ يعني فلاحين، عمال، صغار كسبة، مثقفين، أصحاب حرف، مشرشحين، مقدرين؟ يعني بدناهم تشكيلة من كافة الطبقات الثقافية والاجتماعية. ايه على عيني، تكرم عيونك استاذ فالح. امتى بكونوا جاهزين؟ يعني خلال اسبوع او 10 ايام، لانه بدي اعمل جولة على المحافظات بالخصوص. تفضل استاذ. وهي شيك مبلغ 1,600,000 دفع على الحساب. يسمو الديات، رح اسجل دفعه بحسابك. يعني كنت بدك تتعشى وتمشي وهيك؟ ما لقيتها مناسبة اتعشى بالمكتب. ها؟ وتتركني اتعشى لحالي؟ مو بيدي يا عبير، مو بيدي، صدقيني الشغلة مو بيدي.
ايه انا يا غسان ما عم شوفك باليوم ساعة واحدة، واحيانا ما عم شوفك بنوب. معلش حبيبتي، صدقيني الشغلة ما هي اهمال ولا اغفال بقدر ما هي انشغال. طيب ليش ما بتنظم اوقاتك؟ ما نظمت. الحراك السياسي بالبلد كتران، وهالحراك السياسي عم يعمل عندي بالمكتب حراك اقتصادي. ولك القريضة تقرضن ان شاء الله. لك شو صلن على غفلة؟ يعني كل واحد عنده كم زلمة صار بده يعمل حزب؟ ما عندهم حدا، ما عندهم حدا، صدقيني ما عندهم حدا ولا لهم شعبية. لك ليش عم يجوا لعندي؟ هلا انت ما بتلاقيها غريبة انه يصير عندنا فوق 30 حزب؟ طيب هدول منين بده يجيبوا لهم مبادئ؟ اه فعلا مو غريبة؟ مو غريبة ولا شيء، لأنه الناس انجلقت على قد ما كانت حابسة وكاتمة. بعدين انت ليش زعلانة؟ قومي اتحركي، أسسي شي حزب. أعوذ بالله، هذا اللي كان ناقصني. أصلا أنا شغلة الأحزاب كلها ما حبيتها، يعني لشو هالكترة؟ لك بالدول الراقية بتلاقي يا حزبين يا ثلاثة والباقي كله فراطة. هلا انت ليش زعلانة؟ الحمد لله عم نرتزق من وراهم وماشي حالنا. بعدين الاختلاف ضروري للحياة، وإلا رح تكون عبارة عن سكون رهيب مثل القبر. قال أيوة أيوة أي، يلا 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 جاي، مسافة الطريق. يلا باي باي. عن إذنك عبورة، جاني زبون على المكتب. آسف جدا على تأخر يا أستاذ نافيس، لا تأخذني دخيلك. ولي متأسف جدا. ولي يا أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا، تفضل تفضل. شو البرد هذا؟ برد؟ ما بيطلع من بيته إلا القرد. شو تشرب أستاذ؟ تشرب كمون؟ ما في مانع، ما في مانع. اثنين كمون لو سمحتي. حاضر أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ نافيس، يا ميت مرحبا. شو هالعناقة المفرطة؟ طفيتنا يا أخي. عيونك حلوين أستاذ، شكرا. الله يخليك. يعني لا تأخذني بالكلمة يا أستاذ، أنت ما كنت تهتم كتير بالملبس والأناقة والمظهر الخارجي. يعني كنت تلبس هالشحاطة والقميص والبنطلون الجينز المشقشة وتهشل تشرد بالأرض. بقى الحق بإيدي، تعجب ولا تزعل مني أرجوك. معقول أزعل منك؟ لا ما رح أزعل، أكيد ما رح أزعل منك، بس هو الوقت كله تغير، الوقت قلب. بعد ما انهار الاتحاد السوفيتي المشهد السياسي كله بالعالم تغير. طب شو علاقة المشهد السياسي بأناقتك الحالية؟ رح أوضح لك أخ حسان. نحن اليساريين ما كنا نهتم بأنفسنا، ما كنا نعطي أي اهتمام للمرحلة الإنساني، يعني ما كنا نهتم بالإنسان كفرد. أول خلاصة استخلصناها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي هو أنه لازم نهتم بالإنسان كقيمة مستقلة. يعني شو نفع المبادئ كلها إذا هملت الإنسان وحولته لمجرد آلة؟ ما في أي نفع نهائيا، أو وسيلة لتحقيق نظريات الحقيقة ما شافت النجاح بيوم من الأيام. أيوة هلأ فهمت عليك. صحيح أنت وعيت متأخر، بس منيح اللي وعيت أخيرا. لا أنا بعجبك أستاذ حسان، أنا الحقيقة وعيت وعي مرتبة كتير. طيب أستاذ أمرني، شلون بقدر أخدمك؟ أنا الحقيقة أستاذ غسان عم زورك هلأ باعتباري السكرتير الأول لحزب المعارضة والاختلاف. أهلا وسهلا أستاذ، أنا بالخدمة. يا أستاذ غسان، نحن قررنا نطلع مسيرة احتجاج واسعة ضد الحكومة، مسيرة سلمية طبعا، لازم يكون حضورنا الجماهيري كمعارضة كبير وحاشد، لأنه من الضروري والمهم جدا نعرف ونعرف الحكومة مدى تأثيرنا على الناس وضخامة أنصارنا على الأرض. أنا بأمرك أستاذ، بس يعني معقول أنتو كحزب اختلاف ومعارضة تكونوا بحاجة لخدمات مكتبنا؟ طبعا بحاجة، لأنه معلومك جمهور البلد لسه ما تعود عن جو جديد، لساته مكبوت، لسه مخلفات الماضي البغيض مترسبة بأعماقه، بالإضافة للخوف واللامبالاة بالشأن السياسي والركض ورا اللقمة. بعدين بدنا وقت طويل حتى نعود الناس على الحراك السياسي وممارسة الديمقراطية. مزبوط مزبوط، صحيح كلامك أستاذ نافز، مزبوط. يعني إذا الحكومة طلعت مسيرة ب 200 ألف، مسيرة تؤيد سياستها،
نحن بحاجة لمعارضة، لجمهور معارضة لا يقل عن 400,000 أستاذ غسان. بس لا تنسى أن الحكومة عندها مؤسسات ونقابات واتحادات ووزارات ومعامل وموظفين، يعني بيطلع بإيدها تمون عليهم كلهم وطالعهم من فرشتهم بأمر إداري. لهالسبب أنا بدي مساعدتك. طيب قديش بدك يعني؟ يعني لا يقل عن 350,000 معارض مشكلين. ايه على عيني، على عيني وراسي. بس هالشي رح يكلفكم كتير ها؟ ولا يهمك استاذ، ولا يهمك، نحن بندفع وما رح نقصر. طيب عفوا لسؤال، انتو تمويلكم منين؟ نحن الحقيقة تمويلنا من ممولين محليين من القطاع الخاص والشركات الوطنية، طبعا نحن رح نعمل لهم دعاية لمنتجاتهم من خلال تحركاتنا وبطبوعاتنا. عظيم؟ إذا هيك مو مشكلة منه؟ طيب خلينا نتفق على الشعارات والهتافات وطريقة التنظيم. هي شيك بثلاث ملايين ليرة، تفضل. عظيم جدا. أصبح تفضل على الطاولة حتى نفصل الطلبات. يسلموا الايدين. شو غصون؟ شايفت لك موضة هالاحزاب ماشي سوقة بهالايام. إيه هذا كله بفضل جوزك. لك جوزي وطني كثير وبيحب يساعد بهالمجال، وقبله كان ابوه وجده المساكين كثير وطنيين. بدي اقول لك شيء، بس عبير ما تضحكي علي. وليش لحتى اضحك؟ بس ان شاء الله يكون يلي ببالك هو نفسه اللي ببالي. يعني عم اقول لحالي انه طالما هالستات بلشوا يتمدمدوا بالعالم وصاروا رؤساء ووزراء ونواب وسيدات اعمال، فليش نحنا ما بنتحرك مثلهم؟ برافو عليكي، هذا اللي كنت انا عم فكر فيه. الله وكيلك يا عبير، الدكتورات عنا صاروا على قفا مين يشيل، وشرحوا الشاعرات والاديبات وكاتبات القصص اكثر من الفطر، بقى شو ناقصنا انا وياكي؟ المبادره والتحرك. لك تسلمي لي يا عبير، شو بتفهمي علي؟ ناقصنا المبادرة والتحرك. يعني الله وكيلك كل ما بفتح مجلة بشوف صور هالحفلات والمطاعم والمناسبات وأعياد الميلاد والسفارات، يعني كل ما واحد قام إيده عن رجله بيصوروه وبينشروا له صورته، لقوا اسمه كمان. المهم كل ما بفتح مجلة بلاقيهم كاتبين عن سيدات هالأعمال وقديش هالوطن بيفتخر فيهن، وهن اخذين اموال العالم وعم يشتغلوا فيها. بقى شو القصه؟ فهميني اللي عم تقوليه. عم يصير يا غصون، هو في سيدات اعمال محترمات وعلى الاصول، بس انت بتعرفي انه النسوان بتغار من بعضها. يعني انا من كتر ما قريت عن سيده اعمال معينه، وما بدي اذكر لك اسمها، من كتر ما قريت عنها ومن كتر ما شفت صورها، قلت لحالي يا بنت احملي حالك روحي زوريها وباركي لها، وخاصة انه هي رفيقة إلنا من ايام الدراسة. عن جد رفيقتنا؟ مين هي؟ خلص بعدين بقول لك. بلا غلاظة عبير، لا تشوقيني وتقطعيني. جميلة غرة بدر. جميلة غرة بدر؟ جميلة غرة بدر اللي ما بتعرف الخمسة من الطمسة صارت سيدة أعمال؟ مثل ما عم اقول لك. المهم رحت بدي اسال عنها واسدل على مكتبها، انه كان حدا يعرف وين مكتبها؟ ما كان حدا يعرف، حتى لقيت لك بياع خص على الطنبور واقف هو اللي دلني، وفت لك على هذا المكتب اللي اسمه مكتب لا تقرا فيه، 4 متر ب4 متر ابو تحت الدرج، وحاطط لك طاوله معدنيه بصدر هالاوضه وقاعده متصمعه وراها مثل العرض حلجيه تبع السنجقدار، وعم تحكي لي بالموبايل بالملايين على بعت ب70 مليون واشتريت ب90 مليون. ومن هالحكي جميلة غرة بدر، ايه والله ما عم صدق أداني. إيه لا ستي صدقي. شو يعني دجالة؟ ما بعرف. مستأجرة غرفة بشي 8000 ليرة بالشهر، وغير هيك انه صافي قدام باب مكتبها سيارة مرسيدس مثل العروس واخر طرز. بس قلي لي شلون صارت هي؟ يعني الشغلة فيها زعبرة؟ حاكم جميلة غرة بدر طول عمرها ملوفكة. ما بعرف صدقيني، ما بعرف يا غصون، ما بعرف شو عم يصير.
يا ستي اللي بده يصير انه انا وانتي لازم نأسس حزب وجوزك يدعمنا. هيك قلتك؟ ايه ليش لا؟ وهيك منطقة قلوب ناس كتير. طيب شو بدنا نسميه؟ شو بدنا نسميه؟ شو رأيك نسميه حزب الأفعى؟ لا مو حلو، شو أفعى ما أفعى؟ لك ليش مو حلو؟ فكري فيه، الأفعى إلى معنى وإلى فوائد طبية كتيرة. بعدين بنعمل شعارنا حية لافة على جرة مي وعم تبخ وتنفخ فيها. إلى مو حلو. طيب لافة حالة على كاسة وعم لك شبك تبقتي لي هالاسم؟ لا لا إلنا غيره. طيب كشملك؟ لك لا، شو هذا كشملك ما كشملك؟ كش وزير. ولا كش وزير. طيب كش هلا ليش علقتي الكشكشة؟ أنا بدي اسم ناعم ورنان، جديد ومودرن وشعبي بنفس الوقت. طيب حزب نحن آتيات؟ لا مو حلو. نحن قادمات؟ مو ظريف. طيب اسم خليك بالبيت، هذا الاسم في دس عرجال. لا ماله مناسب. طيب خليك بعيد. لك خلصنا بقى، سكتي لك شوي غصون. هاي سكتت، نقي اسم على كيفك. شو رأيك مثلا حزب حبيتك بالصيف؟ اي والله اسم حلو كتير يا عبير. وهون المقصود بالمحبوب هو الوطن طبعا. لكم مين بيبقى علينا التمويل والمبادئ؟ مو لازم نلاقي لنا شي مبدأ مهم نرتكز عليه؟ لك ولا يهمك، المبادئ بتيجي لحالها، المهم نلاقي مين يمولنا. وتمويل وطني ها؟ اللي تفعلين خير، في ناس عم تبني جوامع زكا عن أموالها، وفي ناس عم تساعد الجمعيات الخيرية، يعني خلينا نقصدهم بركي بيدعمونا. وانت قلتي والله. أنا من رأيي تلبس أعضاء حزبك وشاع سماوي وبريع الراس سماوي كمان. شوف أستاذ، اختار اللي بيناسبك. والله أنا بشوف إنه اللون السماوي رمز العطاء والصفاء. شو قلت لي اسم حزبك أستاذ؟ حزب الغضب الساطع. هاللون بالذات بخفف من وقع الاسم على الإذن. ماشي، اعتمدنا على اللون، سبته عندك. عظيم جدا، وهي سبتنا يا سيدي. انتر ولا يهمك. ايه سيدي غيره. يا سيدي بدي منك تعمل لي قصيدة مشان القيها بالمهرجان الجماهيري. ايه على عيني وراسي. شو نوع القصيدة اللي بدك اياها استاذ؟ حماسية وطنية. تكرم عينك يا سيدي، هلا بعمل لك قصيدة على الكمبيوتر. ليش الكمبيوتر؟ بينظم شعر؟ ايه، هو انا عندي بروجرام ايطالي مدهش كتير للشعر العربي الوطني، اسمه بويما دي باتريوتيزما، يعني قصائد وطنية، رح استعين فيه. شلون هيك بيصير؟ بصير اخي بصير، ليش لحتى ما يصير؟ طيب يعني شو الطريقة شو الاسلوب؟ ها اخي انا بدخل على ذاكرة الكمبيوتر كلمات وطنية مفككة وهو بينظمها، مثل تحية، شجعان، شرف، الى الامام، سليل جهاد، غار، سبيل، وطن، شجاعة، فؤاد، الى اخره. يعني شو بدها تكون كلمات القصيدة الوطنية غير هيك؟ تحب تجرب استاذ؟ ليش لا؟ على انو بحر بدك القصيدة تكون؟ شو بعرفني؟ يا سيدي في عنا الخفيف والطويل، في عنا الوافر، في عنا المجتث، البسيط، البسيط المخلع، المتقارب. طيب استاذ، يا استاذ انت شو بتختار؟ والله انا بختار يا الطويل يا البسيط يا الخفيف، هدول بيتحملوا سرد. خليها على الخفيف. على عيني وراسي. هاي ها، وهي على البحر الخفيف. انتر. شو بدك القافيه؟ شلون يعني؟ يعني اخر حرف ببيت الشعر شو بدك اياه يكون؟ خليها دال. على عيني وراسي. طيب الدال مفتوحه ولا مكسوره ولا مضمومه؟ والله ما بعرف. مكسوره احلى مو هيك؟ ايه طبعا احلى يا سيدي، وهي دال مكسوره. انتر. كم بيت بدك القصيده؟ شي 100 بيت. اذا بدك اكثر القافيه بتتحمل. ها لا 100 بكفي. طيب يا سيدي 100، وهي عطينا امر. انتر. يا بلادي تحيه من فؤادي، تحيه من ربوعنا والوهادي، يا بلادي كسرت فيك الزبادي.
كسرت الزبادي. شو كسرت الزبادي؟ لا تأخذنا أستاذ، لا تأخذنا، منظبطها. أحياناً الكمبيوتر بتحيوني بيجدبها، بس منظبطها ولا يهمك. اسمع، صارت وصارت، بركي بتنظم لي قصيدة، قصيدة تغزلها بوحدة اسمها رانيا، وضيف على الحساب. لا لسياسة الحكومة الاقتصادية. نعم للقانون الضريبي. شلون استاذ؟ شو هاد يا مسعود؟ شو ها؟ نور استاذ، هاي غلطة بتغلطها هاي؟ أنا غلطة استاذ؟ أنا غلطة؟ أنت كاتب نعم بدال لا؟ أي والله، لا تأخذنا استاذ، والله إيدي أخدي عن نعم، هلأ بصلحها فورا، بعدين مين رح يقرأ هاللافتات دخيلك؟ ماشي الحال، وإمتى بيخلصوا اللافتات؟ اليوم المساء بيكونوا جاهزين إن شاء الله. ماشي الحال، بس يخلصوا حاكيني. إن شاء الله يا أستاذ. السلام عليكم. الله معك. تعي يا عبير، تعي، تعي حتى ورجيكي شغلي. ورجيني لشوف. إن الإنسان هو القيمة المستقلة، هو الزاد والأمل، هو سماد هذه الأرض. إن حزبنا يا بلادي، تحية من فؤادي، تحية من ربوعنا والوهاد. يا بلادي وحزبنا يتمنى دوام العز والأمجاد. أيتها الأخوات المواطنات، حزبنا حزب جد وعمل. شرف، لا خمول. هاي جميلة غير بدر. بدر ولا تبر، كله ترتيبي وشغلي. نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق وإن تدبروا نفارق. تعرف يا ريت حزبنا كان جاهز، كنا يمكن أكلنا السوق أكل. أن يسارع الرجال إلى تسلم السلطة بينما نبقى نحن النساء. ألو، لك أهلين وصوم، شو ويني؟ الطرق مسكرة يا عبير وما عم بقدر أوصل لعندكم. طيب تعي من شارع الكرامة. مسكر، الناس فوق بعضها في مسيرة. طيب من شارع الوحدة. لك مسكر، في احتجاج لحزب العطاء. ايه تعي من بين الحارات، قولي للشوفير خليه يجيبك من حارة التسهيل. ما في شوفير عم يقبل يجي، قال الطريق مقطوع، ناصبين خيام وعاملين اعتصام. على كل حال وينك؟ أنا جاي لعندك مشي. لك شو تيجي مشي؟ أي والله بتكسر رجليكي. خلاص خلاص مثل ما بدك. طيب الله معك. شو غسان؟ الأحزاب معبية الشوارع ولا استأجرتها من الدولة؟ ولك الناس تعطلت أشغالها. كله بيهون في سبيل الوطن، بس يلي زعجني إنه في وجوه عم تتكرر بهالمسيرات، ناس عم تطلع مع الموالات وبنفس الوقت عم نشوفها مع المعارضة. ايه بس الناس ما بتلاحظ هالشي، بتتاخد بمنظر العجقة واللافتات. بتعرفي بايش عم فكر؟ عم فكر افتح فروع بجميع المحافظات، لأنه بصراحة هالشغلة مربحة، مربحة كثير. ليش لا؟ ايه والله انت أبوها. ماشي الحال عيني، فايت اتسطح شوي على بما تجي غصون. ألو، أيوة، أهلين نزار، والله نايم. إيه طيب طيب، إيه هلا بقلو، الله معك. غسان، يا غسان، قوم قوم اصحى. شوفي خير. ولك شو قصتك انت؟ اتصل نزار وقعد جماعة مسلسل أرملة الحارة متعطلين وبدهم كومبارس مشكل. كومبارس مشكل؟ يا حبيبي وين كنا وين صرنا؟